أهلا بكم تحت رعاية سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام. نظمت وزارة الخارجية ورشة عمل بعنوان دور الإعلام والصحافة وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، والتي عقدت عبر البث الإلكتروني المرئي بمشاركة رؤساء تحرير الصحف المحلية ورئيسة جمعية الصحفيين البحرينية وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وذلك ضمن المشاورات التي تقوم بها وزارة الخارجية لإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان. الورشة أكدت أن للإعلام مكانة مهمة في مجال حقوق الإنسان وفي منظومة الحريات العامة التي تشكل جوهر حقوق الإنسان. ورشة عمل دور الإعلام والصحافة وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان التي نظمتها وزارة الخارجية جاءت ضمن سلسلة ورش العمل التي تنوي الوزارة تنظيمها بشكل متتالي حتى نوفمبر القادم، من أجل أن يصار إلى إعداد شمولي لخطة وطنية مثلى تؤطر مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتأخذ به نحو المقدمة أكثر، خصوصا وأن أرض الخلود تحتل مكانة كبيرة عربيا ودوليا في هذا الحقل الواسع الذي لطالما سعت بحنكة قيادتها وبنهج عمل مؤسساتها الرسمية المعنية إلى احتوائه ودعمه لتنال العلامة الكاملة فيه. ونحن في هذه الورشة نهدف إلى التعرف على هذا الدور الأساسي للإعلام في مجال حقوق الإنسان وكيفية النهوض به وتعزيزه، لأننا نؤمن أن الإعلام الموضوعي المسؤول هو أمانة عظمى ترسخها الثوابت الوطنية والمصالح العليا للوطن والمواطنين. ورشة عمل عبر الاتصال الإلكتروني المرئي اكتملت بتواجد الخائضين في ربوع السلطة الرابعة المختصين في أدواتها بهدف التشاور وتبادل الأفكار معهم والاطلاع على أهم التجارب والخبرات في إعداد الخطط والاستراتيجيات الوطنية الهادفة. حكومة صاحب الجلالة الملك المفدى اعتبرت موضوع حقوق الإنسان مشروع وطني حقيقي يشارك فيه كل مكونات الدولة والمجتمع كافة. بداية يجب أن نؤكد أن للبحرين تجربة خاصة في جميع المجالات، وهذه التجربة هي القاعدة الصلبة اللي احنا نتحدث فيها للإعلام الخارجي. فالبحرين ما استنسخت أي تجربة، تاريخنا السياسي الاقتصادي ليس بحاجة لاستنساخ تجارب. قطاع يستند على مبادئ أخلاقية وقيم مهنية إن وظفت بالشكل الصحيح ستسهم في تدعيم بناء المجتمع وتقدمه. مرحلة التطوير والصياغة اللي هي بتكون استخلاص التوصيات والاقتراحات والأفكار الواردة إلينا وأحطها في قالب مؤسسي كمشروع أولي لعملية المراجعة والاعتماد والتنفيذ، وأيضا طرحها للمشاورات أخرى للاعتماد، وبالتالي يتم اعتماد الخطة الوطنية بعد رفعها لمجلس الوزراء واعتمادها بقرار وزاري وتصبح ملزمة، وهناك سوف يتم تشكيل لجنة متابعة وتنفيذ لتنفيذ هذه الخطة والرقابة على تنفيذها بإشراك مؤسسات المجتمع المدني. نقاط عدة تم تسليط الضوء عليها عبر نافذة هذه الورشة، والتي ركزت على دور الإعلام والصحافة في مجال حقوق الإنسان ومدى أهمية مجال الإعلام في رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان والدبلوماسية الحقوقية ودور البرامج التلفزيونية والإذاعية والصحافة وبرامج التواصل الاجتماعي في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان ودور الصحافة المحلية والدولية في متابعة المسائل المتعلقة بالحقوق الإنسانية. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو البرنامج كل من الدكتورة أروى السيد مدير إدارة الاتصال بوزارة الخارجية، والأستاذة
عهدية أحمد رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية. مساكم الله بالخير. سعداء وجودكم معنا دكتورة أروى أستاذة عهدية في هذا الموضوع اللي مهم ومهم جدا، لأن اليوم كما نعلم وزارة الخارجية تسعى لإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان، وموضوع حقوق الإنسان في البحرين موضوع مهم ويحظى برعاية سيدي جلالة الملك منذ المشروع الإصلاحي لجلالته. اليوم أنتم يعني كوزارة خارجية تقومون بمشاورات، شنو أهمية هذه المشاورات لجهة إعداد هذه الخطة؟ شكرا لكم الاستضافة طبعا لمناقشة هذا الموضوع الهام. الحقيقة كون وزارة الخارجية ترأس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، فملف حقوق الإنسان هذا من الأولويات الموجودة لدينا في الوزارة. الخطة الوطنية التي نعمل عليها الآن هي من أحد أهم المهام التي تقوم هذه اللجنة التنسيقية على العمل عليها. بمعنى نحن طبعا في مملكة البحرين قاطعين شوط كبير في مجال حقوق الإنسان، إنجازاتنا لا ينكرها أحد لا في الداخل وفي الخارج، وهذا تماشيا طبعا مع النهج الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه. ولدينا المؤسسات جميعا في البحرين برامجها وخططها والمشاورات والتنسيق بين كافة الشركاء موجود، هذا منذ سنوات طويلة. ما نعمل عليه الآن هو إعداد خطة جديدة شاملة كإعادة تشاور وتنسيق وطرح مبادرات ومقترحات بين كافة الشركاء، سواء من الجهات الرسمية أو من الجهات الأهلية أو المختصين وغيرهم. فبذلك جالسين حاليا نعقد سلسلة من ورش العمل. عقدنا ورشة مع السلطة التشريعية وكانت ناجحة جدا، والأسبوع الماضي كما ذكرتم في تقريركم مع الإعلاميين وكانت كذلك مثل هذا النجاح، وستستمر ورش العمل هذه إلى نهاية هذا العام مع مختلف المختصين. هناك ورش ستكون عن مع المختصين مجال المرأة، الطفل، العمل، التعليم وإلى آخره. هي عبارة عن عصف ذهني، نقاش بين كل هؤلاء المختصين بماذا أنجزنا وماذا نريد أكثر، ماذا نحتاج أكثر، لنضع يعني تصور شامل مرة أخرى. إحنا لأن عندنا منجزات، ما أنت لما يكون عندك منجز وأساس قوي ترتكز عليه أنت دائما تريد أن تطور وأن تحسن، تبني على أرضية صلبة. بالضبط بالضبط للتطوير بالضبط. فلذلك هذه المشاورات مهمة أن تحدث، مهمة أن تستمر، وأن نستمع لبعضنا البعض ونخرج في النهاية بتوصيات متفق عليها من الجميع لنضع هذه الخطة التي ستكون شاملة تغطي كافة المجال. ذكرت نقطة مهمة، وبأن يعني حقوق الإنسان تعتبر أولوية لديكم في وزارة الخارجية. أنا راح أعود لها، لأن إحنا في فكرنا أن وزارة الخارجية هي دبلوماسية، هي عمل سياسي، لكن حينما تتحدثون عن حقوق الإنسان راح أعود لها بشيء من التفصيل لاحقا. بدأتم بالسلطة التشريعية كمشاورات أولى في الورشة الأولى، ومن ثم الإعلام. احنا كصحفيين واعلاميين يعني هذا يسعدنا، لان نعتبر نفسنا تنظرون للاعلام بانه شريك مهم في مجال حقوق الانسان، هل هذا صحيح؟ اكيد هذا طبيعي، واكيد لانه حريه الراي والتعبير هي شيء نؤمن فيه، شيء موجود في الاتفاقيات الدوليه والاعلان العالمي لحقوق الانسان اللي احنا منضمين لها بمملكه البحرين، والاتفاقيات لوزاره الخارجيه ايضا وكافه الوزارات منضمه لها. ودليل ان احنا ثاني ورشه لدينا كانت مع وزاره الاعلام او مع الاعلامي بحضور أعلى يعني كافة المهتمين وحضور سعادة وزير الإعلام وسعادة وزير الخارجية، هذا يؤكد على حرصنا على الدور الإعلامي في موضوع حرية الرأي والتعبير في هذا الملف الهام. نعم. الصحافة أستاذ عهدية تلعب دور مهم في بناء الوعي، تشكيل الرأي العام، الرقابة، كل هذه يعني كلها تتجه إلى دعم حقوق الإنسان والتأكد من أن حقوق الإنسان في بلد ما أو في جهة ما تطبق ويتم مراعاتها. شنو دور يعني حرية الرأي والتعبير وأهميتها بالنسبة لحقوق الإنسان، خاصة إحنا في بلد الصحافة فيه أصيلة، الصحافة لها تاريخ طويل، وبالتالي هي شريك أيضا في هذا المجال. طبعا أستاذ علي شكرا على هالسؤال، ملف مهم جدا، ولكن بما أن احنا عندنا ثقافة الشكر والتقدير كبحرينيين، أحب أوجه الشكر إلى وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف الزياني والأستاذ علي الرميحي على أن هذه ورشة العمل كانت تحت رعايتهم، وأن أعلى مستويات
ممثلين الحكومة يشاركون الصحفيين في هذه الورشة، هاي دليل على حرص الحكومة على أن هي تسمع الصحفيين. شكر خاص جدا على اهتمام سعادة مساعد وزير الخارجية أستاذ عبد الله الدوسري في هذه الورشة وأهمية مشاركة الصحفيين في هذه الورشة. ونجحت الورشة من ناحيتنا كصحفيين، نقدر نقول لأن كانت عندنا فرصة أن احنا نشارك بآرائنا في ملف مهم جدا. الجميع شارك، الجميع حضر من صحفيين بحرينيين وأجانب، وهاي دليل على أن البحرين في تقاريرها في ملفاتها تبي تسمع للجميع، وفعلا من خلال الورشة الناجحة جدا سمعت للجميع. فالشكر خاص للأستاذ عبدالله الدوسري. طبعا مهم جدا موضوع أن الحكومة تسمع للصحفيين وتسمع للإعلاميين، وهذا يدل على شيء أستاذ علي، يدل على أن هذه الدولة تؤمن بصوت الصحفي، تؤمن بالإعلامي، تؤمن بالقلم، تؤمن بالشاشة، تؤمن بالإذاعة، تؤمن بالوسائل التقليدية اللي تسمى تقليدية في توصيل صوت المواطن. اليوم احنا نتكلم ان بعد 20 سنة من المشروع الإصلاحي الصحفي مسموع، الإعلامي له وزنه، له ثقله، الكلام اللي يقال يوصل للجهات المعنية، صار لنا دور أكبر، صارت السلطة الرابعة اليوم لها مكانتها. ولكن أرجع وأقول إن ما كنا إحنا بننجح لو إحنا كنا نعمل في دولة لا تحترم حرية الرأي والتعبير. إحنا نعمل في دولة تحترم هذا الشيء، دولة تحترم الصحفيين والإعلاميين، وهذا اللي شجعنا على إن إحنا نستمر في مشوارنا الصحفي. اليوم نتكلم عن عدد صحفيين البحرين، وصلنا إلى أكثر من 600 ما بين الصحف والإذاعة والتلفزيون، واللي يخلط ما بين الإعلامي والصحفي، على فكرة الصحفي اللي يظهر على الشاشة، الإعلامي اللي يظهر على الشاشة صحفي، فهي مظلة كل الصحافة هي مظلة اللي ضمنا كلنا احنا. اسمح لي عادية برجع لك ان شاء الله للحديث اكثر في ذي الموضوع، لكن تنضم الينا عبر الهاتف الأستاذة زهراء حبيب، كاتبة صحفية بجريدة الوطن ورئيس لجنة الحريات بجمعية الصحفيين البحرينية. مساء الخير. مساء الخير أخي علي. مساء الخير. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. يعني كيف تقيمون حرية الصحافة والتعبير وتعامل الجهات المعنية مع القضايا المرفوعة ضد الصحفيين؟ أولا بالنسبة تقييمي لمدى حرية الرأي والتعبير والصحافة، يعني احنا نتكلم كثيرا نقول ان احنا بحرين حققنا مستويات عالية في حرية الصحافة وحرية القلم وحرية الكتابة وحرية النقد. هذا الكلام صرنا نكرره اكثر من مرة، بس احنا البحرين يعني وصلنا لمستوى من الحرية ممكن ان احنا حاليا احنا يعني نرفع تقارير. يعني مثلا انا بتكلم عن لجنة الحريات جمعية الصحفيين، أنا أرفع تقارير تقريبا سنويا حق اللي هو لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب. هذه التقارير لما أبعد وناقشها بين وبين زملائي أو نقعد على طاولة الحوار، رح نناقش من كل رئيس من لجنة الحريات في كل دولة عربية، من فلسطين، من مصر، من السعودية، من الكويت، من عمان، من كل مختلف الدول العربية والخليجية. يعني احنا أنا أخذ تقارير عن كم شخص تم استدعاه إلى التحقيق، كم شخص تم استدعاه إلى المحكمة، كم حكم صدر في حق صحفي. الكل يعرف أن الصحفي لا يحبس، يعني الصحفي البحريني ما عليه حبس إلا إذا كان هناك تجاوزات ما لها علاقة بالصحافة ويطبق عليه قانون العقوبات الجنائية. بس أنا إذا أروح تكون بالنسبة لهم مشاكلنا مشاكل صغيرة، بالنسبة للصحفي مشاكل بسيطة بالنسبة إذا بقارنها مقارنة. بنوضح أكثر أستاذة زهراء، يعني تتحدثين أن هناك لدينا في البحرين قد يكون بعض المشاكل التي يتعرض لها الصحفيين أثناء ممارسة عملهم، لكن لا يوجد، يعني هل أنا لا أريد أن أقرر الكلام، أنا أعيد صياغتك سؤال، هل يوجد في البحرين من وجهة نظرك انتهاكات يتعرض لها الصحفيين؟ لا، في البحرين لا يوجد انتهاكات، مجرد ساعات بعض الأحيان يكون سوء فهم، وبعض الأحيان بعض المصادر تقول معلومات ولما تتراجع عن معلوماته يكون هو الحلقة الضعيفة في الحلقة كلها، هي صحفي يقول أنا ما قلت هذا الكلام أو نقل بطريقة أنا ما كنت أقصدها.
بس هو يكون أكثريات القضايا الموجودة في البحرين تكون سوء فهم أكثر من ناحية قضايا انتهاك في حق الصحفيين البحرينيين. يعني قد ترفع قضية على صحفي وهذا شاهدناه نتيجة ربما مقال رأي كتبه لم يعني يأتي على هوا جهة ما فتلجأ إلى القانون وجمعية الصحافة والكل يعني يقوم أيضا بدوره. هذه في إطار حرية الرأي والتعبير وحرية وجهات النظر المختلفة. نعم يعني مهما يكون مثلا إذا أنا بكتب كلمة أو بكتب مقال أو بكتب شيء بطريقة أنا ككاتبة كصحفية من حقي أن أنا أكتب وأعبر عن رأيي بس ما أسيء للآخرين فيهم. بعض الأحيان إذا أسأت للآخرين في جهات معنية أو مثلا إذا وجهت نقد بدون معلومات كاملة يجون يتم التحقيق معهم يثبت أن الموضوع ما له أي علاقة. يعني حضرت مع صحفيين جلسات تحقيق تنتهي بس في جلسة تحقيق النيابة يتضح الصورة للنائب النيابة العامة عضو النيابة العامة أن الموضوع مجرد سوء فهم وجهة نظر سمعت أو فهمت بطريقة مختلفة وليست انتهاك لحقوق الصحفيين. بالعكس الصحفي البحريني يعبر عن رأيه في وسائل يعني وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة بكل أريحية ويعبر عن رأيه في مواقع التواصل الاجتماعي بكل أريحية بدون أي مساءلة أو أي يعني مساءلة قانونية إلا إذا كان هناك مثل ما قلت لك هناك سوء فهم أو معلومات أو صار إجراء معين قانوني تم اتخاذه وإذا يعني ما انتهت في النيابة العامة تم إحالتها إلى المحكمة في صحفيين يتم تبرئتهم في المحكمة. ونعرف أن احنا حد الصحفي عقوبته هي القرامة وليس الصحفي لا يحبس في مملكة البحرين وهذه إذا دلدل على أقصى درجات الحفاظ على حرية الرأي والتعبير أن أنت حقك مصان في أنك تعبر عن رأيك وعن تعبيرك وإذا صار أي خلاف الإجراءات القانونية تتخذ هذا المجرى وفي النهاية الفصل والحكم هو المحكمة واللي هي أكثرياتها يعني تكون قضايا براءة وليست إدانة في مملكة البحرين. يعني إحنا مملكة البحرين أول حق في الدستور والقانون خلال مع التعديلات واللي صارت مع التحديث مع الحياة اللي قاعدين نتطور فيها حق التعبير عن الرأي هو حق كفلة الدستور والقانون ليس للصحفي فقط للمواطن العادي البسيط ممكن أن بالفعل نعبر حرية الرأي هي حرية مكفولة دستوريا مكفولة. في مملكة البحرين. كل الشكر لك الأستاذة زهراء حبيب الكاتبة الصحفية بصحيفة الوطن ورئيس لجنة الحريات بجمعية الصحفيين البحرينية. شكرا لك. أرجع للأستاذة عهدية يعني تحدث أحيانا بعض القضايا التي يعني ترفع ضد الصحف أو الصحفيين. احنا والله الحمد مثل ما تفضلت الأستاذة زهراء احنا ليس لدينا صحفي محبوس بسبب رأي او بسبب مقال كتبه او بسبب اي من هذه القضايا لكن كيف تتعاملون معها؟ يعني طبعا كلنا نأمل ان لا نرى ذلك يعني احنا كصحفيين واعلاميين نقف مع اي صحفي في رأيه في حريته ولا نتمنى ان نشاهد صحفي يعني ترفع عليه قضية لكن في دولة الديمقراطية من حق كل الجهات ان تتجه إلى الجهات يعني الرسمية وهو القضاء العادل والنزيه. كيف تتعاملون مع مثل هذه القضايا؟ طبعا أستاذ علي موضوع يعني زهرة أستاذة زهرة رئيسة لجنة الحريات ودائما يعني تقدم نصائح للصحفيين وكذي أنا أشجع الصحفيين على أنه هم يعبرون بكل حرية عن رأيهم في مقالاتهم دون الإساءة إلى أي شخص. أعتقد أن كل ما زادت القضايا دليل أو مؤشر على أن هناك حرية تعبير. ما نبي طبعاً أن زملائنا يروحون النيابة ولا محاكم ولكن خلنا أتكلم عن موضوع النيابة. أنا حضرت وايد قضايا ومع وايد زملاء. طبعاً النيابة العامة لما تبي تسأل صحفي في ملف يجب أن يكون هناك مع الصحفي سواء هو بحريني أو أجنبي عضو في جمعية صحفيين أو غير عضو لازم يكون في أحد يمثل جمعية الصحفيين يكون معه لضمان سلامة الاستجواب أو المسائل اللي بتصير. كل ما زادت عدد القضايا مؤشر على أن هناك حرية تعبير. كل شخص كل جهة من حقها أن هي ترفع قضية على صحفي لو أخطأ أو أن يبي ياخذ حقه. ولكن احنا بلد نؤمن بنزاهة قضائنا نؤمن بأن حقوقنا محفوظة. في قضايا النشر لم يسجن صحفي في البحرين لم ولا يسجن اليوم ولن يسجن
صحفي. نعم. هذه شيء في الدستور موجود، في قانون الصحافة الجديد موجود، حرية التعبير مكفولة للجميع بالذات الصحفيين، لأن طبيعة عملهم أنهم يكونون الصوت اللي يمثل الشارع. أنا ما أقول السلطة التشريعية فقط هي صوت المواطن، ولكن الصحافة أيضا صوت المواطن. الصحافة عليها دور رقابي مثل ما عليها دور في تشكيل الوعي وبناء الآراء ويعني والاتجاهات وما لذلك، من أهم أدوارها دورها الرقابي، هي تراقب حتى السلطة التشريعية. بالضبط. فإحنا دورنا كبير أستاذ علي، ولكن من اللي بما أن دورنا كبير مسؤولياتنا كبيرة، فممكن نقع في أخطاء، ولكن أن إحنا نتحاشى أن إحنا نقع في أخطاء معناته أن إحنا قاعدين نبرمج نفسنا أن ما نعبر عن رأينا بكل أريحية. اليوم إحنا وصلنا إلى مرحلة صحفنا تنتقد وزراء في الحكومة، تنتقد مسؤولين. اللي طبعا يفرحني أن القضايا اللي ترفع لا ترفع من قبل جهات حكومية تجاه الصحفيين، مو من الجهات الرسمية، ما فيها السابقة. نعم. ما فيها السابقة، وهذا شيء رائع نعتز فيه، ولكن الحق العام موجود عند الجميع أنه يرفع قضية ضد صحفي، ولكن لله الحمد أن ليومنا هذه القضايا أكثرها طبعا الصحفيين يكسبون القضايا هذه، وكل حكم لأنها في إطار حرية الرأي والتعبير والقيام بدوره الصحفي يعني المعمول به. اسمحوا لنا بنطلع تقرير، نرجع إن شاء الله نواصل حديثنا مع الأخوات الكريمات عن المشاورات التي تقوم فيها وزارة الخارجية لجهة إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. ماذا يعني أهمية أن تلحظ الخطط الوطنية تطبيق الالتزامات الدولية؟ طبعا يعني أن من واجب أي دولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان أن لا يقتصر عملها على الإحالة إلى المواثيق الدولية والتصديق عليها، بل يقتضي بذل ما في وسعها لإعمال تلك المواثيق ووضعها موضع التطبيق عبر تعديل أو إلغاء النصوص التشريعية الداخلية أو استحداث تشريعات جديدة وموائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقات الدولية بالشكل الذي يضمن فاعلية وشمولية تطبيق الأحكام الدولية، وكما يقتضي عليها تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ يعني هذه الخطة وتنفيذها طبعا بالتعاون مع المجتمع المدني. لا نقل أن الحديث عن أهمية دور الإذاعة والتلفزيون وبرامجها في نشر الوعي أصبحت من المسلمات، فهما مترادفتين لا ينفصلان عن بعض، دور الإذاعة والتلفزيون وحقوق الإنسان. الحديث عن هذا الموضوع يجرنا إلى تسليط الضوء على أهمية تدريب وتمكين الإعلاميين ومقدمي ومعدي البرامج بمفاهيم حقوق الإنسان سواء المدنية والسياسية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فبحجم وعي صانعي المادة الإعلامية تتحدد قيمة المادة ومحتواها وسرعة انتشارها. بداية أود التأكيد على أن الدبلوماسية تعد إحدى أهم ركائز منظومة حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وخير مثال على ذلك اعتماد المجتمع الدولي في العام 1993 لإعلان وبرنامج عمل فيينا، والذي يعد نقطة تحول جوهرية في تاريخ الأمم المتحدة على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث جاءت أبرز نتائج هذا المؤتمر في التأكيد على عالمية حقوق الإنسان وترابطها وكونها جميعاً حقوق غير قابلة للتجزئة، بالإضافة وهنا النقطة المهمة إلى أهمية قيام كل دولة بصياغة خطة عمل وطنية تبين من خلال هالخطوات والإجراءات التي تنوي القيام بها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ضوء المعاهدات الدولية ذات الصلة المنضمة إليها. وبالتالي فإن عملية صياغة الدول لخططها الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان أضحت ذات بعد وطني ودولي على حد سواء. لما نتكلم عن حقوق الإنسان نتكلم عن عقل الإنسان. العقل هو العرش. العقل هو الذي يقرر قبول ما يسمع أو رفض ما يسمع. أنا لي 45 سنة خبرة في أخبار الخليج، وجدت
إن العقل في مجتمعاتنا سواء في البحرين أو المجتمع العربي ككل غير قادر أن يقبل شيء اسمه النقد. بالنسبة له نقد إرهاب، بالنسبة له نقد تدمير. فتصوروا لما الصحافة مطلوبة منها أن تنتقد، وإن انتقدنا جرجرونا إلى المحاكم أو رسائل السب والشتائم، مع العلم إن هذه المصيبة لا تأتي لنا من خلال الدولة أو الحكومة، من خلال الأفراد أو مجتمعات أو جمعيات سياسية. أنا أشكركم بأنكم أنتم شرحتم عن حقوق الإنسان، ولكن لم تتكلمون مطلقاً عن عقل الإنسان. الحقوق عقل. أنت تقبل تعطيني حقوقي إذا عقلك قبل أن تتقبل، وبالتالي هذا العقل مع الأسف الشديد ما استطاع أن يتبلور حتى الآن حتى اليوم. ونرى أن كل الإمكانيات الإعلامية هباء في هباء إذا ما تكون هناك تربية من الصغر، من المدرسة، من الابتدائية، كيف أن نعلم أولادنا حرية الفكر. طبعا يجمع الإعلام بحقوق الإنسان هي علاقة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة أسس راسخة، عنصرين متكاملين كل واحد يكمل منهم الآخر. مملكة البحرين طبعا رائدة في هذا الشيء، وعندنا حرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي، عندنا حرية في الصحف المحلية، عندنا حرية في إبداء الرأي في أي مكان كان. ومثل ما ذكرت الأستاذة عهدية أحمد، اليوم ما عندنا صحفي معتقل أو صحفي يحاسب على كلمة يقولها. طبعا هذا دليل على أن احنا نقدر نتكلم، نقدر نحكي بكل صراحة بكل وضوح، نوصل آرائنا. وهذا طبعا يعني نقدر نرتكز على هذه النقطة علشان ننطلق منها إلى أهداف وإلى مضامين أخرى. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتورة، يعني قلتي قبل قليل بأن حرية التعبير، بأن مجال حقوق الإنسان بالنسبة لكم أولوية في وزارة الخارجية. يعني إحنا تقليديا يعني نعرف أن وزارة الخارجية دورها سياسي دبلوماسي، ولكن هل لكم دور أيضا في مجال حقوق الإنسان؟ طبعا أستاذ علي، الحين ملف حقوق الإنسان مش مهم فقط لنا هنا في البحرين، هو ملف مهم على مستوى العالم ككل، فتجد حاضر دائما في الأجندات السياسية، في اللقاءات وفي المؤتمرات. هنا دورنا احنا كوزارة خارجية في شقين رئيسيين. احنا لما نكون في الخارج هذه الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات المستمرة، دائما نحرص ان نبرز للآخرين في الخارج المنجزات اللي احنا حققناها هنا والتي قد تغيب عن الكثيرين، فأصبحوا جزء رئيسي في أجنداتنا عندما نلتقي مع أصدقائنا وشركائنا في الخارج وحتى مختلف الجهات، إن احنا نبرز هذه المنجزات. الشق الثاني كذلك إن وزارة الخارجية طبعا لديها علاقاتها والتزاماتها أمام المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة. هني احنا مو فقط متواصلين او لدينا تمثيل مثلا في الامم المتحده ومجلس حقوق الانسان، نحن كذلك لدينا حضور فاعل وقوي. بعثاتنا الدبلوماسيه في الخارج تغطي هذا الملف، لدينا تقارير لمختلف المعاهدات الدوليه المعنيه بحقوق الانسان، نحن ملتزمون بتقديمها، وليس فقط التقديم، احنا ايضا كذلك نقوم باخذ التوصيات التي تصدر عن بعض الآليات مثل المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان. هذه مراجعة تحدث كل 4 سنوات لوضع حقوق الإنسان في بلد ما. نحن نقوم بإعداد التقرير وتقديمه، وتقوم الدول بإعطاء توصيات للبلد
حول وضع حقوق الإنسان، ونحن نأخذ هذه التوصيات نعود بها إلى الداخل ونتشاور مع شركائنا المعنيين على تنفيذها وعلى تعزيز وضع حقوق الإنسان. فملف حقوق الإنسان هو جزء أصيل أصبح ورئيسي من عملنا الدبلوماسي وعملنا السياسي حقيقة. تتواصلون مع الجهات الرسمية أم حتى مع منظمات ربما مدنية دولية غير رسمية؟ نتواصل مع الجميع، مع لأن هذا الملف ليس حكر فقط على الجهات الرسمية، ومن المهم صحيح. أن نستمع لجميع الجهات، حتى في جهات التي تتكلم أشياء غير حقيقية أو واقعية ضدنا، نحن نتواصل ونوضح ونبين حقيقة ما يحدث. هذه هي الطريقة المثلى للتعامل مع هذا الملف، مو فقط نتكلم مع الجهات الرسمية حول مواضيع معينة، نحن مفتوح الموضوع لدينا مع الكل، ولدينا ما نفخر به الصراحة، ما نفخر بتقديمه للجميع. أستاذ عدي، يعني حرية الصحافة تأتي حينما يكون هناك بيئة مستقلة، في تعددية، في بيئة خصبة لعمل الجهات الصحفية، وهذا لله الحمد موجود في البحرين. لدينا التعددية، لدينا الحريات الخاصة بالعمل الصحفي أيا كان، الصحافة المكتوبة، المطبوعة، المرئية، المسموعة، كل هذا. شنو هي أبرز الإنجازات اللي قامت فيها البحرين في مجال حرية التعبير والصحافة؟ خلينا نتكلم عن السنوات الأخيرة تحديدا. السنوات الأخيرة نشوف طبعا عدد الصحف زادت، يعني اليوم في 6 صحف محلية يومية. اليوم احنا كنا بالأمس نتكلم عن قانون جديد للصحافة، ولكن بعد مراجعة قانوننا، قانون الصحافة والنشر، القانون اللي صدر في 2002، أحب أؤكد على شيء واحد، أن مع المشروع الإصلاحي صدر هذا القانون. اليوم احنا كصحفيين نبي بعض التعديلات على القانون، لأن القانون اللي صدر في 2002 قانون شامل جدا وممتاز وحافظ على حقوق الصحفيين. طبعا مع التغييرات اللي صارت هناك بعض الأمور اللي يجب أن تتغير، ولكن هذا ما يعني أن احنا نلغي القانون كامل. ليش نروح احنا لم يكن لدينا في أي فترة من الفترات فراغ تشريعي فيما يتعلق بالصحافة وممارسة المهنة. دائما هناك مطالبات بتحسين، تطوير، وبعض يعني النقاط اللي قد تكون مطلوب الآن تطويرها في قانون الصحافة اللي يعود للعام 2002 اللي ما زلنا ننتظرها، لكن القانون موجود، التطوير مطلب دائما نسعى له، مطلوب. وإحنا من أهم التوصيات اللي تقدمت فيها جمعية الصحفيين أستاذ علي، وأرجع وأقول إن إحنا ما تقدمنا بهذه التوصية لأن هناك السجل للصحفيين، ما في صحفي مسجون في البحرين ولا كان بناء على حرية رأي أو قضايا رأي فيه. إذا كان عنده أمور أخرى بعيدا عن ممارسة المهنة هي شيء آخر. بالضبط، هاي ما يحق له لأن الصحفي إنه يسبب فتنة أو يسبب قلق في الشارع أو طائفية أو يعني يتورط في جريمة، ولأن صحفي إنه ولا يحاسب في قوانين أخرى يحاسب عليها الفرد، مو فقط الصحفي، المواطن وغير المواطن. ضمن قانون العقوبات المدنية وما إلى ذلك، وليس لأنه صحفي ومارس مهنته. لا يوجد هاي الشيء، لا يوجد سجن ولا في شيء ولا في تضييق على حرية الرأي. ما نروح بعيد، أنا كنت في هاي الاستوديو 30 سنة، أوكي، المشروع الإصلاحي فعلا مشروع إصلاحي، ونتيجته حس فيها مين؟ حس فيها المذيع. اليوم احنا نقعد في هاي الاستوديو ونحاسب ممثلين حكومة في بعض الأمور اللي المواطن يحب يسمع عنها. احنا اليوم الحرية اللي عندنا في الصحافة حرية تجاوزت الحدود اللي كانت موجودة بكثير، ولكن هل هذا يعني أن أنا أستخدم هاي الحرية المطلقة عندي في أن أسيء لوطني ولا أسبب في مشكلة؟ في النهاية أمن واستقرار بلدي، الحرية المسؤولة، حرية نعم المسؤولة نعم. ولا حد يقول أن هاي تقييد، لا، هاي مو تقييد، هاي السلف سنسورشيب، الرقابة الذاتية، تعطي الصحفي أو الإعلامي مسؤولية أكبر تجاه الحفاظ على وطنه ومكتسباته. أنت تثق فيني كدولة، تعطيني حرية مطلقة، أنا أستغل هاي الحرية تحت راية حرية التعبير أن أنا أسيء لهذا الوطن ولا أساهم في بطريقة سلبية. لا، أنا أعتقد أن إحنا وصلنا للمرحلة اللي صحفيين وإعلاميين محافظين على وطنهم، محافظين على أرضهم، نعم، على سلامتهم. ونرى كثير من الصحفيين في مقالاتهم، في تحقيقاتهم، يتوجهون بسهام النقد، لكنها الموضوعي، للكثير من الجهات الرسمية، لوزارات، لمؤسسات، ويتحدثون فيها عن أدائها وما إلى ذلك،
وهذا العمل أحيانا كثيرة، حتى هذه الجهات الرسمية تتفاعل معهم ولم يعني نشاهد جهة رسمية وزارة أو غيرها يعني تتهم صحفي أو تأخذه إلى القضاء نتيجة ممارسة عمله. فإذا إحنا اليوم نشوف بأن الصحفيين ولله الحمد يقومون بممارسة عملهم الصحفي، سواء كان يعني الرقابي أو فيما يتعلق بتشكيل الرأي، فيما يتعلق ببناء الوعي. الصحافة اليوم تقوم بدورها، والدولة تدعم الصحافة لأن تقوم بهذا الدور، لأنها تؤسس لمفهوم حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في مملكة البحرين. يعني وزارة الخارجية الآن تسعى دائما كممثل للبحرين للانضمام إلى المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولعل منها مجلس حقوق الإنسان. ماذا يعني انضمام البحرين لهذا المجلس، وما هو الدور الذي يقوم به؟ الحقيقة في أكتوبر 2018 حصلت البحرين على عضوية مجلس حقوق الإنسان للسنوات 2019-2021 بأصوات قاربت 165 صوت عن مجموعة آسيا والمحيط الهادي، وهذه طبعا تعتبر نسبة تصويت عالية. ومهم هنا نشير أن حصولنا على هذه النسبة من التصويت هو دليل على سمعة ومصداقية مملكة البحرين على المستوى الدولي. طيب، وجودنا في هذه العضوية طبعا يتيح لنا فرصة أن ننقل تجاربنا الناجحة في مجال حقوق الإنسان، وتقدمنا فعلا بعدد من البرامج والمبادرات، منها في مجال الطفل، محاربة الاتجار بالبشر، ذوي الإعاقة، المرأة. هذه البرامج التي الآن يتم العمل أو تم تنفيذ عدد منها، وجار العمل على تنفيذ الباقي منها. وهني بعد أود أن أشير أن إحنا مش فقط عضوية مجلس حقوق الإنسان هي إنجازنا الوحيد أو الأهم، هو أحد أهم الإنجازات طبعا، لكن التزامنا في مملكة البحرين، وإحنا من الدول المعروفة بالتزامها أمام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبتقديم تقاريرها، مثل العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من والسيدا وغيرها طبعا. هذا أيضا شيء إحنا حريصين عليه في أمام المنظمات الدولية، سواء إحنا أعضاء في مجلس الإنسان أم لا. التزاماتنا وتنفيذنا لهذه الالتزامات هو أمر تتميز فيه صراحة مملكة البحرين في هذا المجال. وإن كنا اليوم نتكلم عن الصحافة ودورها والإعلام وحرية الرأي والتعبير في حقوق الإنسان، ولكن نؤكد دائما بأن حقوق الإنسان هي ليست فقط حرية رأي وتعبير، وإنما هي يعني تشمل الصحة حقوق إنسان، صحيح. التعليم حقوق إنسان، صحيح. احترام الأقليات حقوق إنسان، صحيح. وربما جائحة كورونا أثبتت للعالم بأن البحرين لا تحترم حقوق الإنسان فقط لمواطنيها، وإنما تحفظ حتى المقيمين على أرضها والعاملين فيها، صحيح. الإجراءات اللي قامت فيها، صحيح. مملكة البحرين الصحية والاقتصادية، الحفاظ على أرزاق الناس لكل الناس، سعد إلى ذلك قدر المستطاع اقتصاديا وصحيا، صحيح. هذا يثبت أن يعني البحرين، صحيح. يعني كحقوق إنسان هي تنظر للكل، لكل من هو على أراضيها. هل تنقل هذه الصورة للخارج؟ صحيح أستاذ علي، 100%. يعني العمل الجبار الذي قام به فريق البحرين في ظل هذه الجائحة أكد أنه حقوق الإنسان شيء أصيل ورئيسي في مملكة البحرين. مثل ما تفضلت، إحنا ما فرقنا بين مواطن أو مقيم، وبعثاتنا في الخارج عملت على مدار الساعة ولا تزال تعمل على أن هي تضمن حقوق مواطنينا في الخارج، من يريدون أن يعودوا أو اللي كانوا موجودين يريدون أن يذهبوا وإلى آخره، ولها دور رئيسي طبعا في إيصال ما قمنا به هنا في مملكة البحرين إلى الخارج. وحقيقة هذا شيء أشادت فيه منظمات كثيرة، يعني هذا لا يخفى على أحد أن إحنا العمل الذي قمنا به هنا في مملكة البحرين صار معروف على المستوى الإقليمي والدولي. لأننا لما نتكلم عن حقوق الإنسان ودرجان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سنجد أنه طبعا حرية التعبير موجودة فيه، لكن هناك الحق في الأمان، الحق في الصحة والتعليم، هي حرية التعبير جزء من هذا الكل اللي إحنا حريصين في مملكة البحرين على تحقيقه كله. جميل. ويبقى يعني بأن الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير هي الإطار الأبرز لحقوق الإنسان. وأن كنا نتحدث لو بنتكلم عن الأهمية، يبقى الأمن أهم ربما كثير من الأمور، لكنها تتداخل، لا يمكن فصل أحدها عن الآخر. كيف تجدين أستاذ عهدية بيئة حرية الرأي في البحرين، حرية التعبير؟ لا يوجد حرية مطلقة في العالم كله، ولكن حينما نتحدث عن
المساحة الموجودة بالنسبة والتناسب، كيف تجدين حرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين؟ أنا أعتقد أن أستاذ علي إحنا دول تحكمنا أمور أخرى، هي عاداتنا وثقافاتنا، في أمور إحنا نختلف فيها عن باقي دول العالم، إحنا نختلف في الثقافة، نختلف في الأشياء اللي إحنا تربينا عليها، احترام الرموز، احترام الأكبر، تربيتنا غير. هذا لا يعني أنه هم غلط وإحنا صح ولا إحنا صح، ما إحنا مختلفين، فلا نقارن بسقف الحرية في الدول الأوروبية، لا نقارن، إحنا نقارن نفسنا بما كنا، بالوضع اللي كنا عليه من عشرات السنوات. في ذاك الوقت ما كان موجود كان يناسب ذيك المرحلة، ولكن من سنة 2000 العالم تغير وقاعد يتغير، فما حصل للصحافة البحرينية كان يتماشى مع التغييرات اللي صارت. فاليوم نشوف النتيجة إنه مثل ما قلت إن إحنا عندنا صحافة حرة، توجهات صحفنا مختلفة جدا، والدليل إن اللي يقول أن محتوى الصحف هاي كلها مثل بعض هذا كلام مردود عليه، لأن لا، الصحف تختلف في محتواها وتوجهاتها تجاه أمور كثيرة انطرحت في الفترة الأخيرة. في نقطة أنا حابة أضيفها على موضوع حقوق الإنسان أستاذ علي، وإضافة على اللي تفضلت فيه الدكتورة أروى، في موقف صار معي أنا مع واحد من الصحفيين في الصحف الأجنبية اللي حضرت معه التحقيق. يعني أنا ذكرت الحين وإحنا نتكلم عن موضوع حقوق الإنسان أنه هو صحفي هندي يعمل في صحيفة إنجليزية في البحرين، فأنا رحت معه على أساس أنه أترجم له بالعربي، ولكن النيابة العامة أصرت على أنه هو يجيبون له واحد يتكلم لغته علشان في الحديث معه ما في كلمة تترجم غلط. والهند الدكتورة كلنا نعرف أستاذ علي أن فيها لغات كثيرة، صحيح، فتصوروا أن أهما دبروا لواحد يتكلم ملايالم علشان يترجم له كل حرف وكل كلمة إن قالت، حتى لا يفقد بعض المعنى في الترجمة. بالضبط. وطلع هذا الرجل من هذا التحقيق وهو مرتاح من أي حكم يطلع، لأن تم التعامل معه مع قلمه بكل احترام، وفعلا هو طبعا كسب القضية ضد فرد كان شخص كان رافع عليه القضية. ولكن هي أمور بسيطة أستاذ علي لو إحنا نتعمق فيها نشوف شلون حقوق الصحفيين محفوظة. البحرين ما فرقت بين أجنبي وبحريني. في كلام قال دكتورة أروى في ورشة العمل اللي صارت، لما طلع صحفي الجلف تيني نيوز صحفي هندي سيك وقال ان احنا بنبني هذا البلد مع بعض واحنا نساند الخطة الوطنية، انا لما اسمعها من اجنبي تختلف عندي، لان الولاء والانتماء مو فقط في ان انا اكون بحرينية او لا، ان اكون جزء من هذا البلد. ولولا ثقة هذا الرجل بنزاهة السلطة القضائية، لولا هو واثق انه هو محمي كصحفي والقانون يحمي، ما كان حس بالانتماء إلى هذا المشروع. دكتورة أروى، أستاذ علي، سمحوا لي أن أقول شيء. اللي حصل في ورشة العمل عطى دور للصحافة، ولكن إحنا اللي مريحنا أن خلال ورشة العمل هذه ولا المرحلة الجاية حتى تصدر الخطة الوطنية، إحنا مرتاحين أن إحنا نقدر ننتقد، نقدر نساهم حتى تنجح خطة ما تهمنا احنا فقط كصحفيين، تهم بلدنا. نعم. فاحنا مساندين لكم، واحنا عارفين ان في رحابة صدر لاي نقد احنا نواجهه، اي مساهمة انتم شاركتونا في هذا الموضوع، وهذه الشراكة راح تخلينا ننجح خطتنا الوطنية. اليوم في ابواب صحفية جديدة، وهو يعني بالاضافة للاعلام الاصيل، انا ما احب اسميه التقليدي او القديم، اللي هو التلفزيون والاذاعة والصحافة، هناك الاعلام الحديث، وهذا الإعلام جعل من المواطن صحفي، يستطيع أن يقول رأيه، ينتقد، ينشر فكرة، يساهم مع الآخرين في التوجيه لخلل ما من خلال وسائل التواصل المختلفة اليوم. كيف تجدين الحرية في هذه الوسائل؟ لأن في جانب ينظر لها بأنها عززت من 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 الرقابة ومن من الصحافة بشكل أو بآخر، لأن الصحافة أيضا بدأت يعني تستغل هذه الوسائط تعمل من خلالها. في جهة أخرى تقول بأن الموضوع في شيء من، خلنا أقولها بين قوسين، الفوضى ربما. شنو رأيك انت؟
أنا الكثير يختلف معي أستاذ علي في ذي الموضوع. المواطن مواطن والصحفي صحفي. المواطن حقوقه محفوظة، الصحفي هذه مهنة. يعني لا يمكن أن يقارن شخص تعب على خبر بشخص قاعد وراء تويتر بتغريدة 140 كاركتر يسمي روحه صحفي. هذه مهنة الواحد يتعلمها يمارسها مثل أي مهنة أخرى، ولكن كلمة المواطن تكفين أن أنا أسمعه. فالمواطن لما يقول رأيه ولا يبث شيء خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يعني هو يمارس حريته في حرية الرأي والتعبير والانتقاد وما إلى ذلك، لكن ليس بصحفي. هذا اللي تقصدين؟ ليس بصحفي. يعني هي مهنة أستاذ علي، يعني إحنا تعبنا على هذه المهنة، درسنا صحافة، عملنا في الصحافة، عملنا في الإعلام. المواطن مكانة ثانية. المواطن عنده حرية أنه يعبر على اللي يبي يعبر عنه. وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما تفضلت بالعكس ساعدت الصحفيين في القيام بعملهم، فهم يكملوننا. ولكن خلينا نكون واقعيين أن هناك فوضى حصلت في وسائل التواصل الاجتماعي، فوضى غير مقبولة. ولكن هنا أنا أيضا ما أقصد الحسابات الوطنية، الحسابات الوطنية كان دورها ولا زال دورها مهم. المواطنين اللي يحبون هذا الوطن اللي بتغريدة واحدة يقدر يوصل مسج يلفت نظر الحكومة إلى موضوع ما لا احترامه وتقديره لأنه يكمل عملي، لا يمكن أن الصحافة تكون. إذن هو منبر للتعبير عن حرية الرأي والصحافة متاح للجميع. طبعا. حرية الرأي والتعبير يجب أن يكون يعني المقياس في المسؤولية والحس الوطني وتغريب المصلحة العامة. دكتورة أروى، أنتم مواصلين إن شاء الله في هذه الورش إلى نهاية ديسمبر. نعم. لكم شركاء مختلفين راح تكون معهم إن شاء الله الورش القادمة بإذن الله. على الأسابيع القادمة بتكون هناك ورش مع مختلف الجهات، ما حيكون مع المجلس الأعلى للمرأة، راح يكون مع وزارة العمل، راح يكون مع الجهات التدريبية وإلى وغيرها من الجهات. على نهاية هذا العام سوف ندرس كل التوصيات والمقترحات التي وضعها جميع الشركاء في هذه الورش التدريبية، لنضع بعدين الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان ويتم اعتمادها وتنفيذها. نعم، هذه الخطة إن شاء الله راح يعني تغطي كل الجوانب، كل النواحي بإذن الله طبعا. ولذلك إحنا أشركنا فيها الجميع سواء كانوا من الجهات الرسمية أو الجهات الخاصة أو الخبراء والجمعيات. يعطيكم العافية. كل التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا أستاذة هدية. شكرا أستاذ علي. شكرا لطاقم العمل على هذا البرنامج أو الحلقة الخاصة، وإن شاء الله كلنا راح نعمل مع بعض من أجل إنجاح خطتنا الوطنية لحقوق بإذن الله. كل الشكر والتقدير للدكتورة أروى السيد مدير إدارة الاتصال بوزارة الخارجية. شكرا جزيلا. والأستاذة هدية أحمد رئيسة جمعية الصحفيين البحرين. شكرا لك. كما أشكركم على المتابعة مشاهدينا الكرام، نترككم في حفظ الله إلى اللقاء.